السلام عليكم ورحمة الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى غادي نهضروا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبه من المؤمن، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتعجب من أمر المؤمن، لأن جميع أحواله أو في جميع أحواله يكون خير له، يعني جميع أحوال ديال المؤمن كيكون مزيان، كيكون عنده كل شيء مزيان، أي حاجة وقعت له كتكون مزيان. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إلى أصابته شي حاجة مزيانة في الحياة كيشكر الله تعالى ويكون ذلك خيرا له، لأن الله تعالى يقول: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لا شكر الإنسان الله تعالى حينما يعطيه نعمة من النعم يزيده الله تعالى فيها. فالشكر إذن شيء إيجابي بالنسبة له، لأنه يزيده في النعم. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، معنى لا تصاب شي حاجة اللي ما مزياناش يكون ماله أو فعله أو تصرفه هنا يكون تصرفا وفق منهج الصبر فيكون خيرا له، لأن الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انطلاقا من هذا، فجميع أحوال الإنسان المسلم خير له، فحياته إما أن تكون فيها ابتلاءات وإما أن تكون فيها نعم، من أن يكون شي حاجة اللي فيها يعني ابتلاء بالنسبة للإنسان شيء يبتلى فيه. وأن نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والنفوس والثمرات وبشر الصابرين، أو أن يكون شيئا يفرحه، شيئا من نعم الله تعالى عليه وهي لا تعد ولا تحصى، فيشكر الله تعالى عليها فيكون في جميع أحواله خيرا بالنسبة له. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.